دكتور، ممكن اسألك سؤال؟ طبعا طبعا، تفضل. انت نصراني شي؟ لا لا، انا مسيحي. وليش السؤال دخلك؟ ما فشي دكتور، بس هيك مشان اعرف كيف بدي اتعامل معك. ايش حضرتك بتصنف الناس وتتعامل معهم حسب دياناتهم؟ والله مو انا دكتور، شرع الله هيك بيقول. هات لنشوف شو بيقول الشرع. هاد يا سيدي، عنا الشرع بيصنف الناس بحسب المذاهب. في عندك المسلم المؤمن يعني مثلي أنا، وفي عندك الكافر الكتابي يعني اليهودي والمسيحي مثلك أنت، وفي عندك الكافر المشرك يعني عابد الوثن واللا ديني وما شابه. والكفار 4 أنواع دكتور: ذميون ومعاهدون ومستأمنون وحربيون. وفي عندك كفار أصليين وكفار مرتدين دكتور، والمرتدين بينقسموا لقسمين دكتور: مرتدين عن الملة ومرتدين بالفطرة. لك يكفي، دوختني. خليني اشرح لك اكتر دكتور. لا ما تشرح لي، بس قل لي شو بيعني الكافر. الكفار لعنهم الله في الدنيا والآخرة رفضوا رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهن المنافقون الفاسدون، عدمي الفهم، مجرمين، ظالمين، ملعونين، عداء الله، قلوب مريضة، فجار، منقوطين، حيوانات، أنجاس، اللي بدك يا دكتور. يعني كل واحد مو من أتباعك صار نجس وفاجر ومنافق كمان؟ طبعا دكتور طبعا، لأنه عم يرفضوا دين الحق دكتور. ايه وبعدين، يعني شو الغاية من هالتمييز؟ لا بعدين ولا قبلين دكتور، المسلم فوق الكل. الكفار من أهل الكتاب لهم أحكام، والكفار الوثنيين لهم أحكام تانية. بس وينك، الكل في الدنيا أذلال وفي الآخرة في النار. ليك ليك، من لا سمعة. إيه دكتور، شو إن شاء الله مفكر الشغلة شوربا؟ الإسلام يعلو فوق الكل ولا يعلى عليه دكتور. العمى العمى بقلبك شو إنك. قولها قولها دكتور، ما تنحرج. أنا قصدي شو إنك عنصري. معقولة في دين بيميز بين إنسان وإنسان بهذا الشكل؟ تصنيف الناس واجب شرعي دكتور، ومثل ما بيقول المثل: من كان الناس عنده سواء فليس لعلته دواء. وفي عندك كمان مثل حلو بيقول: الحماقة أعيت من يداويها.